بعد الوفاة فما باتت مآثره لدينا، وأفضال علينا سابقات عن ملذات الحياة وذي الخير. هذا سؤال أول. نعم. والله سؤال ثاني. موقفي الخاص بي أنا الأناشيد هذه يعني عندي فيها توقف، لأني أخشى أن تكون امتدادا للسماع الصوفي، وأخشى أن تكون مشغلة عن التلذذ بالقرآن والاستدلال بتلاوة دبره، فأنا عندي توقف في هذا، مع أن بعض إخواننا أجازوها وقالوا إن خير من ما هو دونها، لكن شخصيا في نفسي حرج منها، لأني أخشى أن تجر بالناس إلى السماع الصوفي الذي لا خير فيه. شرع الله سعوديين دستورنا شرع الله، عطينا العهد ملكنا فه، عطينا العهد ملكنا فه، ولي عهده عبد الله. على دربك يا رمز الخير